هلا وسهلا سارة، هلا وسهلا عبد الله، يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح السادة المشاهدين في هذا الصباح الجميل. طبعا الآن متواجد في مركز السلمة وبالتحديد في متحف السلمة. طبعا تواجدت قبل ساعة من الآن وشفت أشياء غزيرة من التراث اللي يحتفظوا فيها هذا المركز. طبعا يحتوي المتحف على أكثر من 13 غرفة، لكل غرفة فيها مقتنيات أثرية يعني مثل البقالة وأيضا خياطة وملابس رجالية، أيضا فيها عندنا مدرسة من الطراز القديم. وطبعا يعتبر هذا المتحف من المتاحف الجميلة اللي ما زال يعني يحتفظ بالإرث التاريخي القديم لأهل مركز السلمة. طبعا زار هذا المتحف عديد من الشخصيات، منهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، أيضا وفود من الدول العربية وأيضا من دول الخليج. طبعا مثل ما أنتم شايفين صاروا عبد الله، هذه أطول جنبية في المملكة العربية السعودية، وطبعا أصر العم مهدي أنه يعطيني إياها عشان أعرضها. وطبعا يبلغ طول هذه الجنبية 145 سنتيمتر، فدائما يعني ما تكون متواجدة هذه الجنبية في الاحتفالات والمناسبات في أهل المركز أثناء إقامة الاحتفالات. طبعا متواجد الآن العم مهدي وراح يطلعكم أكثر على هذا المركز، على هذا المركز مركز السلامة وأيضا عن المتحف. تفضل يا عم مهدي. حياك الله، يا اهلا وسهلا، شرفتنا ونورتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، يلا حيا، يعني هالمكان البهي والجميل وهالثقافه الرائعه، نبغى المزيد من المعلومات. مرحبا، اولا احييكم وارحب بكم في مركز آل سلمة وبالتحديد في متحف آل سلمة. وهذا المتحف يعتبر نموذج على مستوى منطقه عسير، ففيه العديد من التراث، يبلغ حوالي 50,000 قطعة تراثية لعدة مشاركات. طبعا شاركت ومثلت المنطقة الجنوبية ومثلت محافظة بلقرن في الجنادرية 3 سنوات متتالية، كما مثلت المنطقة الجنوبية في سوق عكاظ عام 39، ومثلت المحور الشمالي للبلديات في قرية عسير في السودة، ولعدة مشاركات في المحافظة و في اليوم الوطني وغير ذلك. عظيم، يعني الأزياء، الحديث عن الأدوات المستخدمة، السلاح المعروض اللي الآن قاعد نشوفه، أكبر جنبية عرض لنا إياها، وهالتحفة اللي نعتز بهذه الثقافة، أي ثقافة داخل المملكة العربية السعودية بكل تأكيد أنه محل فخر واهتمام. نبغى شرح لهالأشياء الظاهرة في الصورة وهالموروثات أيضا. والله الموروث الشعبي عندنا هنا كثير جدا، من هالأسلحة، من هالجنابي، من الرماح، من هالسيوف، ونستخدمها في العرضات الشعبية. طبعا مركز آل سلمة يعتبر يعني مميز في فن المداقيل، في فن العرضة، في فن اللعب، في فن الخطوة، في فن الصفراق، احنا نسميه عندنا هنا الصفراق اللي هو النايل الجبلي. يا سلام، يعني زي ما تكلمت عبد الله، تنوع ثقافي رائع. بكل تأكيد احنا سعيدين بوجودك معنا يا عم، وشكرا لاستضافتك لعبد الله والقناة الإخبارية في طبعا هذا المتحف. الشكر ايضا موصول لمراسل الإخبارية من بلقم عبد الله بن الشهران على هذه القناة.